بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي اس بي سي ومستمعين عبر اذاعه جده, اهلا وسهلا بكم. هذه حلقه جديده اللي حاب يتواصل فيها معنا من خلال تويتر على الهاشتاج الظاهر امامكم على الشاشه, واللي حاب يتواصل معنا في نقطه نظام يقول سؤاله رايه مداخلته اللي بخاطره عن الجوله الثانيه عشره او اي شيء ثاني, ارسل على الواتساب مقطع فيديو وتظهر معنا ان شاء الله في نقطه نظام على الرقم 057-011-011. نبدا الحلقه مع العناوين. وزير الرياضة يستقبل رئيس الفيفا في زيارته للمملكة. ورئيس الفيفا يتجول في أكاديمية مهد ومقر اتحاد الكرة. إنفانتينو: أنا منبهر بعملكم ونحتاج لدولة كبيرة مثل السعودية. الجولة الثانية عشر تبدأ بمواجهتين ومراكز ثلاثي المقدمة مهددة. الهلال ينتعش قبل مواجهة الباطن, جحفلي وعطيف جاهزين. الفحوصات تؤجل عودة رودريغز 10 أيام, العودة أمام العين. الفيصلي يواجه أبها في المحالة, الخاسر سيذهب إلى الخطر. والرائد يوقع مع الحربي قبل الحصول على شهادة الكفاءة, إنها الثقة. اسمحوا لي رحب بضيوفي في حلقة اليوم. معي هنا في الاستوديو ماجد الفهمي الناقد الحصري للبرنامج, حياك الله. هلا وغلا ابو لطيف, اسعد الله مساك ومساء الساده المستمعين والزميل العزيز والقدير استاذ عادل التويجري, حياك الله. ايضا معي ابو غيداء من الرياض, حياك الله استاذ عادل. عادل التويجري مساء الخير اخوي سلطان, مساء عليك وعلى زميل والصديق ماجد والمستمعين الكرام, اهلا وسهلا. حياك ابو غيداء. قبل أن نبدا الحلقه, انا اخر عنوانين جالس اقراهم جالس اشوفك تضحك مبتسم, ليش؟ لان قلت انها الثقه فعلا, يعني اكثر من كذا ثقه. انك انت تقصد عنوان الرائد اللي وقع مع الحربي قبل الحصول على شهاده الكفاءه. نعم 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 نعم, انه توقع وانت حتى الان لم تصدر شهاده الكفاءه الماليه, الا بالتاكيد انت واثق انه يعني الشهاده سوف تصدر, وعارف انه انت حتسجل. بعض الانديه ما زالت متردده, هو اختبار صعب بالمناسبه على كل الانديه مش على الرائد فقط. نتمنى ان شاء الله انه يؤتي ثماره. انا من بدايه يعني لجنه الكفاءه الماليه قلت لك انه هذه اللجنه مرشحه ان تكون هي نجمه الموسم, اللجنه هذه تحديدا من البدايه حتى الان. ممكن عندي بس بعض الملاحظه البسيطه اللي ما تواتر, لست متاكد ما تواتر اعلاميا, انه تم استثناء الوسطاء من المطالبات. ممكن يفيدنا فيها الأستاذ عبد الله كبوها أنه هل فعلا تم استثناء الوسطاء, لأنه حسب اللائحة المقررة أنه أيضا مطالبات الوسطاء هي من ضمن المطالبات التي يجب استيفائها. فإذا ما كان, احنا دائما ننتقد الوسطاء ونقول عندكم ممارسات خاطئة ونقول لهم أنتم شغلكم يعني فيه وفيه وفيه وفيه, لكن المادة التاسعة أولويات صرف الدعم المالي المقدم من وزارة الرياضة يجب يكون فيه سبع شروط, ومن ضمنها رقم 5 سداد المستحقات النظامية للوسطاء المتعاقدين مع الأندية الرياضية. فنحتاج لتوضيح هذا الأمر. إذا ما تم الاستثناء كما تم تواتر, أنا مش متأكد لكن تم إثارة هذا الموضوع إعلاميا, وأكيد ما حيطلع هذا الكلام. أنا لا أتمناه بكل صراحة, وبودي أنه طالما هناك لجنة تم تشكيلها, طالما أنه هناك الآن نتكلم عن لائحة تم إقرارها, نتكلم عن ضابط أيضا ربط بمباشرة عدم القدرة على تسجيل, إذا ليش نستثني؟ لماذا نستثني؟ إيش المقصود بالاستثناء اللي أنت تقصده عشان نكون فاهمين؟ الاستثناء أنه أي وسيط أعمال, وسيط أو وكيل أعمال لديه مستحقات, هكذا فهمت, لا يتم النظر إليها من ضمن الاستحقاقات التي يجب أن تقدمها الأندية سواء تمت الجدولة أو لم تتم.
تمت ما اعرف تفاصيله ان تمت الجدوله او ما اذا كان تمت الجدوله هذا امر اي اذا تمت اذا يعني تمت الجدوله اتوقع اي اذا تمت الجدوله بتكون ضمن النطاق القانوني لعمليه استخراج الشهاده اي اذا تمت الجدوله اي واذا ما تمت الجدوله المفروض انها تنطبق عليها معايير استخراج الشهاده هي ما لها دخل في الجدوله لا هي استثناء كامل للوسطاء وكلاء اللاعبين حسب ما فهمت ما قرات استثناء كامل للوسطاء واللاعبين اذا انا اعتقد هذا مثلب اتمنى ان كلام ماجد ما هو وهكذا تواتر يعني رشح خلال 48 ساعه الماضيه ان كان هذا الكلام صحيح انا لا يعني لا اتفق مع هذا التوجه اطلاقا انت اليوم عندك لائحه نعم شوي صارمه نعم فيها شويه قرارات قد تكون ما حقول لك مؤثره لكنها هي انضباطيه اشرافيه رقابيه القرارات واللوائح الاشرافيه الرقابيه بعادتها اصلا بطبيعتها تكون ما أقول لك مضرة ونافعة لكن تحقق الإطار العام أنت إيش تبغى حوكمة صحيحة تبغى التأكد من استلام الجميع للي حقوقه تبغى ضبط الأمور المالية في الأندية تبغى العدالة أيضا في توزيع الدعم بشكل مبني على معايير واضحة أجي اليوم أستثني فئة سواء كان وسطاء اللاعبين أو غيرهم أبو غيدة عشان نجيب على هذا السؤال لازم نجاوب على أسئلة قبلها أنه مثلا هل من ضمن معايير استخراج شهادة الكفاءة أن يكون في سداد لمستحقات وكلاء اللاعبين إذا كانت نعم فمعناته أنه سيتم اتخاذ هذا الإجراء إذا كانت الإجابة لا فمعناته نسأل السؤال الثاني إيش تقصد سام؟ إيش تقصد؟ أنا بجيك سؤالك. بجيك الآن إحنا نسأل السؤال إذا من ضمن معايير استخراج الكفاءة أو شهادة الكفاءة أنه يجب سداد الالتزامات على اللي على الأندية ضد وكلاء اللاعبين فهذا معيار سيتم الأخذ به لا محالة إذا كان أنه لا والله غير موجود هذا المعيار في معيار آخر هل المبالغ هذه صادر إيه هل المبالغ هذه صادر فيها قرار سواء من غرفة فض المنازعات أو من لجنة الانضباط إذن فهي تعتبر تحت بند الديون فبذلك هي ضمن معايير شهادة الكفاءة أنا أتفق معك وأضيف جزئية أن نعم موجود المادة التاسعة أولويات صرف الدعم يجب على الأندية أن تقوم بصرف الدعم المالي من الوزارة حسب الأولوية تراها اللجنة مناسبة وتتمثل في الآتي بعدين شرح اللي هي سداد أجور وراتب المستحقة الدفع للاعبين سداد مقدمات العقود المستحقة أداء المستحقات المالية الناتجة عن الأحكام والقرارات القضائية دفع المبالغ المستحقة للأندية نتيجة انتقالات اللاعبين سداد المستحقات النظامية للوسطاء هذه الجزئية اللي احنا نتحدث عنها طالما انه شوف يعني على مستوى الشخصي انتقدت وانتقد كثير ممارسات كثير من الوسطاء ولكن بكل صراحة هذا ما يمنعنا انه اذا كان امر من حقهم يا اخي لا يعني هو من ضمن يعني الوسيط في نهاية الامر هو اليوم عنصر من ضمن عناصر منظومة كرة القدم. إذا أنت ليه ما تعطي حقه؟ يعني لماذا يؤجل حقه أو يقول لك والله لا شوي اصبروا عليه؟ لا أنا ما أشوفها. هنا لا أتحدث ترى عن حالة واحدة أو نادي سين أو نادي صاد أو نادي بعينه. أنا أتحدث عن أمر قانوني بحت. ولأنه أمر قانوني بحت وشرط موجود. أتمنى أنه لا يتم الاستثناء أصلا قد يفقد أساسا قوته يعني حتى الاستثناء يفقد شيء من قوة الاستثناء يعني ليه وترى من ضمن الأمور القانونية وأنا ماني ضليع فيها لكن جملة وفق ما تراه مناسب هذه ترى تندرج تحتها أمور كثيرة يا أبو غيدة ممتاز أنا لذلك أقدم وجهة نظري أنه لا أرغب ولا أود صراحة أنه يتم استثناء أحد أي من هذه السبعة ليه بكل بساطة أنه اليوم إحنا هناك دعم حكومي كبير جدا والأندية التي كانت متوسط الدخل اللي كان يدخلها من 15 إلى 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 15 إلى 20 مليون تقريبا اليوم تتحدث عن من 50 إلى 70 إلى 80 مليون وكان في لقاءات معك أنت يا سلطان تقريبا مع رئيس نادي الفيصل قال لك احنا دخلنا على الأقل أو ميزانيتنا الإجمالي نتكلم عن 70 أقل أكثر صحيح مبلغ كبير جدا وبالتالي ولأنه في دعم كبير جدا فمباشرة أربط هذا الأمر بأنظمة كبيرة جدا حديث الأمير عبد العزيز كان ممتاز جدا صراحة مؤخرا مع عبد الله مديفة أنه لابد حتى أطبق اللي علي أنا كجهة إشرافية ورقابية إذا يجب علي أني أحط مثل ما يقولون أبني هذه الأرضية القانونية الصلبة
حتى أستطيع أن أحاسب الآخر. وأنا متأكد أحد أهم أولويات وزير الرياضة هي الحوكمة العادلة، بمعنى أنت لديك اليوم عندك لائحة كفاءة مالية مقررة، لديك شرط وضع من قبل الاتحاد السعودي، بالمناسبة هي حق للاتحاد السعودي وهذا موجود في اللائحة، لائحة الاحتراف. إذا ما تقدمت لائحة الاحتراف بتعديل أي إجراء أو أي أمر في اللائحة أن يقرها الاتحاد السعودي، إذا الاتحاد السعودي أقر هذا الأمر فالوزارة فعلا جادة في هذا الحديث. إحنا ما عندنا لا يعني لا نشك في هذا الأمر. وين الخلاف فيه؟ الخلاف في بعض الاستثناءات اللي أنا ما أعتقد أنها يجب أن تحدث، سواء في شرط أو في أمر. واحد يقول والله ترى من الصعوبة، طيب من الصعوبة وش المشكلة؟ يعني تتذكر أخوي سلطان أنه دائما كنا نتحدث أنه يا أخي النادي الفلاني ممكن يهبط، يهبط يعني نظاما لا، يعني عليك لا تتدخل في النادي الفلاني النادي العلاني، هذا عنده تاريخ، هذا عنده جماهير، هذا عنده لا لا، كجهة إشرافية ورقابية أنت لا يهمك هذا الأمر إطلاقا. وما كان يعني وما هم هذه الجهة في أي فترة من الفترات الماضية، أي أقصد لا لا أقصد يعني يتم إثارة هذا الموضوع جماهيريا في نهاية المواسم جماهيريا وحتى إعلاميا، أنه يا أخي ليه ما نزود عدد الأندية، ليه ما نخفض ما أدري إيش، ليه ما نغير النظام في نهاية الموسم، ليه والله النادي هذا أو النادي الفلاني أو النادي العلاني. لذلك لا، الوزارة اليوم ترى بعين أبعد من قضية المتضرر والمستفيد، لأن الوزارة ما يهمها في نهاية الأمر أن المستفيد فلان أو المتضرر علان، أن المستفيد هذا النادي أو المتضرر ذاك النادي، هي تريد مصدرة على الجميع بأهداف واضحة جدا، والأندية مستوعبة هذا الأمر، وبدليل أنها مستوعبة أن قراراتها الآن أصبحت أكثر حرصا. أنت أعطيك مثال بسيط جدا، لما الأندية الآن في الجولة أعتقد 11 أو 12 ما عندك إلا فقط 3 مدربين هم اللي رحلوا، صحيح، بينما هناك 13 جهاز فني. لا تقول لي عفوا أن 13 جهاز فني هذا كلهم مقنعين لأنديتهم أو لإداراتهم، ممكن على الأقل في بعض الإدارات تفكر بس لحظة، إذا شلنا المدرب يعني جزئية مالية، يعني قرار مالي، يعني تبعات مالية، فبالتالي بدأ يحسبون هذا الحساب. المرة شفناه إلى الجولة 11-12، الموسم القادم تشوف أنه ينتهي الموسم الأول. ليش؟ بكل صراحة لأن وزارة الرياضة اتخذت توجه كبير جدا بقيادة الأمير عبد العزيز، أولا الحوكمة، الدعم للجميع وفق معايير واضحة وشفافة. طيب حتى لجنة يعني لجنة الكفاءة المالية، ولما نتحدث عن اللجنة أنا متأكد أن الأخوان في اللجنة أو حتى الوزارة يرحبون بمثل هذا الطرح، ما في مشكلة. طيب. أنه ننتقد أمر معين، نبدي رأينا في وجهة نظر معين، ومتأكد إن شاء الله أنه حتى الإعلان أو هكذا إن شاء الله أتمنى أنه حيكون واضح. يعني في لجنة الاحتراف مثلا تكلمت معك في حلقة سابقة أن الموسم الماضي أعلنوا عن قيمة الصفقات وعدد الصفقات بالفترتين، صحيح، هذا الموسم ما شفنا. كيف مطلوب من الوسط الرياضي أن يقدم آراء منطقية وموضوعية والأرقام موجودة؟ إيش اللي حيصير؟ حيصير تخرصات، أتوقع من الممكن قد يكون هكذا يتواتر. واضح. ليه؟ لأن المعلومة ما هي موجودة، لكن لو جت المعلومة قال لك إجمالي عدد الصفقات بالفترة الصيفية كذا، إجمالي المبلغ كذا، الأندية تعاقدت بهذا المبلغ، وينشر هذا الأمر حق مشاع يعني. طيب. ما يحتاج أنه أبدأ أقفل على كل هذه الأرقام، على الأقل لإعطاء الناس وجهة نظر وخلهم هم اللي يحكمون على الأندية، وأنت أنت طيب. جهة واضح. تنظيمية في نهاية الأمر. واضح. ماجد أنا أعرف أن عندك جزئية تبي تتداخل فيها، لكن بما أن احنا تحدثنا عن هذا الموضوع وباقي أقل من 24 ساعة على شهادة الكفاءة ومنحة للأندية، ونعرف من اللي حصل عليها، من أكثر الأندية في حاجة للتغيير وبذلك الحصول على الشهادة غدا؟ أغلب الأندية، تتكلم عن أغلب الأندية بحاجة. حدد لي ثلاثة مثلا. يعني عندك مثلا النادي أكثر حاجة للشهادة، أكثر حاجة للشهادة ولا للتغيير؟ للتغيير وبغير الشهادة، ما في تغيير بدون شهادة. التغيير قصدك في اللاعبين طبعا. نعم الكل تقريبا، الأهلي في المقام الأول، الاتحاد تقريبا. الأهلي يحتاج يغير كم لاعب؟
من 3 إلى 4 إلى 5 لاعبين لكن منطقياً مجانب محليين وأجانب. طيب لكن منطقيا في الشتوية تحديدا شتوية تعديل المسار مش بناء خطة أو بناء موسم كامل، هي تعديل المسار فقط. منطقيا حتى على مستوى الأجانب أنت إذا غيرت اثنين أنت قدمت عمل كبير، أتكلم على جميع الأندية مش الأهلي فقط، إذا غيرت اثنين أجانب أنت قدمت شيء كبير. لو نتذكر الشتوية الماضية أعتقد الشتوية الماضية 76 لاعب تم تغييره على مستوى جميع الأندية. ليش جبرت أن النادي كل نادي لازم يغير اثنين؟ الحوكمة ضبطت الأندية، ما عاد فيها لاعب يجي في الصيف. مو لازم كل نادي يغير اثنين بالضبط، لا أنا إذا غيرت معناته أنت عندك ملأ مالي، معناته أنت عندك قدرة في الاتزان المالي في داخل النادي، قدرت تجيب لاعب بسعر جيد، قدرت تتغير على الأقل في لاعبين يعني جوا بأسعار تعتبر شبه عالية أو عالية أنت تبغى تغيرهم يعني. وبالعكس في أندية أعتقد أنها متورطة في بعض اللاعبين لتضخم أسعارهم. لكن أبغى أرجع لنقطة مهمة وهي الاستثناء وكلاء اللاعبين. أعتقد أنهم الحلقة الأضعف تقريبا في 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 منظومة الحوكمة، لأنه زي ما قال أبو غيداء في عليهم شوية لغط، نقدر نقول عليهم شوية لغط كذا شوي. في حال تم ضبط هذا اللغط تقريبا ومعرفة كل ما يدور في هذا الصدد، سيكون لهم الحق انه بياخذوا حقهم، مش ضايع ترى، حقهم مش ضايع، بياخذوا. لكن انا اعتبر هذا الامر شيء من المرونه، يعني وزاره الرياضه جالسه تضع قوانين قويه جدا صارمه تسعد جميع الجماهير والاعلاميين والمنتمين للوسط الرياضي، يمكن حتى لو جت على حساب ناديك، لان الوزاره يعني في معناها العام تضبط اداره الانديه. جمهور النادي سين فرحان انه الوزاره جالسه تضبط اداره ناديه، انا لانه اداره ناديه معروفه بالعبثيه على سبيل المثال او عدم اداره النادي بكذا وكذا، اتكلم عن نادي سين. فالامر هذا كله يحتاج قليلا من المرونه، والجزئيه اللي انت قلتها بحسب الرؤيه او من هذا القبيل، رؤيه وفق النظام اللي هي تعتبر روح النظام. في نظام، في روح النظام، يجب ان يؤخذ بروح النظام حتى على مستوى الحوكمه. يعني اعتقد الرؤساء الانديه حاليا في موقف لا يحسدون عليه، في من اتى بعشم، في من اتى في وضع لم يكن يستوعب ان هناك تغييرات جذريه في المستوى الرياضي. ايش تقصد جاب عشم؟ يعني رئيس نادي مثلا جابي عن طريق داعم مثلا، رئيس نادي توقع انه ما بيكون في تغييرات جذريه في على مستوى الرياضه السعوديه. انت تتكلم التغييرات اللي قاعده تصير الان وزاره الرياضه، استراتيجيه دعم الانديه، حدث تاريخي في تاريخ الرياضه السعوديه، حدث تاريخي بما معنى الكلمه من معنى. يعني احنا كنا نشوف رؤساء انديه من الاخر ياخذوها وجاهه، ورؤساء انديه ياخذوها كسي في، لكن الان ما عاد في الامر هذا، انتهى تماما. رئيس نادي لك ضوابط، وحتى في طريقه خروجك لك ضوابط. المسألة ما عادت فلتانة زي أول، لا، الآن في أنظمة، في ضوابط تحكمك أنت كرئيس نادي، وتحكمك في طريقة التعاقدات، وتحكمك في أي طريقة أنت أول حاجة كرئيس نادي تفكر فيها النظام المالي عندك داخل النادي. النظام المالي أولا قبل أي حاجة ثانية. يعني أنا إذا بشيت بإدارة في آخر سنتين أشيد بإدارة نادي الاتحاد، لأنه أكثر نادي تعرض لديون على مدار 8 9 10 سنوات، كان في بما معنى الكلمه يعني نزيف او هدر مالي، تعاقدات. يعني اعتقد ان لم تخني الذاكره احد اللاعبين دخل في سمسرته 11 12 شخص حسب ما اتذكر بعض الاقاويل اللي جات وقتها. فانت تتكلم عن تقصد سوزا؟ ما أتذكر في أحد اللاعبين يعني دخل في صفقته تقريبا أكثر من 10 أتذكر. يعني هذا إدارة الاتحاد أول ما جات، أنا اللي فهمته من إدارة الاتحاد أو من بعض المنسوبين لإدارة الاتحاد برغم أني أنا بعيد عنهم، أنه إحنا عندنا أكبر مكمن خلل في نادي الاتحاد الوضع المالي. إحنا نوقف الوضع المالي، نحاول نصرف من اللاعبين أهل العبء الكبير على النادي عندنا، حاولوا التصريف في بعض اللاعبين، أعادوا بعض اللاعبين، هذا هنا اسمه ضبط مالي. هذا هو الاتحاد، خرج من النفق المظلم اللي كان الديون هي مظلته. الآن الاتحاد يلعب أو في وضع إدارة الاتحاد، جمهور الاتحاد، لاعبي الاتحاد في جميع الألعاب تلقاهم في وضع نفسي أهدأ بكثير. لذلك أنا بالإضافة إلى الفتح نادي رائع جدا في النظام المالي، لكن من الأندية الجماهيرية تحديدا الاتحاد واللي كان فيه للأمانة أشيد بالعمل اللي قامت فيه إدارة نادي الاتحاد. احنا مشاهدين ومستمعين للحديث بقية، لكن بعد هذا الفاصل.
وزير الرياضة يستقبل رئيس الفيفا في زيارته للمملكة. ورئيس الفيفا يتجول في أكاديمية مهد ومقر اتحاد الكرة. إنفانتينو: أنا منبهر بعملكم ونحتاج لدولة كبيرة مثل السعودية. الجولة 12 تبدأ بمواجهتين ومراكز ثلاثي المقدمة مهدد. الهلال ينتعش قبل مواجهة الباطن، جحفلي وعطيف جاهزين. الفحوصات تؤجل عودة رودريغيز 10 أيام، العودة أمام العين. الفيصل يواجه أبها في المحالة والخاسر سيذهب إلى الخطر. الرائد يوقع مع الحربي قبل الحصول على شهادة الكفاءة، إنها الثقة. يا هلا وسهلا فيكم من جديد، أجد ترحيب بضيوفي معي من الرياض عادل التويجري، وهنا في الاستوديو ماجد الفهمي. استقبل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي اليوم السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذي وصل للرياض، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين الجانبين نحو تحقيق مستقبل زاهر لرياضة كرة القدم وسبل التعاون بين الجانبين بما يخدم هذه الرياضة الشعبية العالمية، وكتأكيد لدور المملكة الريادي على خارطة كرة القدم العالمية وامتدادا لدعم مسيرة الاتحاد الدولي نحو تحقيق الرؤى والأهداف المشتركة التي تخدم هذه اللعبة. وحضر الاستقبال مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبد الله الدلاك ورئيس اتحاد الكرة السعودي ياسر المسحل، كما زار رئيس الفيفا بعد ذلك أكاديمية مهد بالرياض، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي للأكاديمية الأستاذ عبد الله حمد. وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ورئيس الفيفا قد قام بزيارة لمقر اتحاد الكرة السعودي في الرياض بصحبة رئيس الاتحاد ياسر المسحل، وقاموا بجولة اطلع فيها من خلالها على متحف إنجازات الكرة السعودية ووثيقة فيفا الرسمية باعتماد عضوية الاتحاد السعودي عام 1956، كما التقى رئيس الفيفا بحكام النخبة الدوليين بحضور مدير دائرة التحكيم مانويل نافارو، واطلع على خطة تطوير الحكم السعودي مشيدا بالاحترافية التي يتمتع بها الاتحاد والاستراتيجية. أهم المحطات التي زارها رئيس الفيفا في السعودية هي زيارة لوزارة الرياضة وزيارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وأكاديمية مهد. كانت الاجتماعات ناقشت أهم الملفات من ضمنها استراتيجية الاتحاد السعودي لكرة القدم، الكرة النسائية واللجان الفنية وبرنامج تطوير المواهب واستراتيجية دعم الأندية، وأيضا الاستراتيجية الوطنية للرياضة. السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يتحدث. I've been very very positively impressed here in Riyadh to see the facilities of the Saudi Football Federation. Impressed by the professionality, impressed by the passion, impressed by the skills. I knew already of course that Saudi Arabia is a football nation, is a football country, is a country that has football on its heart. But what I see here is a strategy, is a vision, and I need to, of course, compliment His Royal Highness Prince Abdulaziz, the President of the Federation, my friend Yasser as well, and all the team who are doing a great, great work. You know, the fruits of this work will be seen, I think, in the years to come. And FIFA is proud and happy not only to be here today but to accompany this process, because we need the big countries, and Saudi Arabia is definitely a big country. Thank you. Shukran jazilan and mabruk to everyone. Thank you. Thank you. عادل التويجري، هذه الزيارة إيش أهميتها، خاصة أنها ليست المرة الأولى للسيد إنفانتينو، وخاصة عندما تحدث عن وضوح بوضوح عن مدى حاجة الفيفا لدولة كبيرة مثل السعودية؟ طيب، أولا تقدير ملموس من الفيفا للرياضة السعودية،
ودور المملكة العربية السعودية الإقليمي والعالمي، وهذا أمر مهم جدا، تجسيد المملكة لهذا الدور من خلال الحضور والتأثير، تطوير العلاقات الثنائية، وهذا أمر مهم جدا مع أصحاب القرار. من الممكن يكون عندك برنامج ويكون عندك مشاريع، ولكن عندما لا يأتي الآخر من صناع القرار على الأقل ويطلعون على مثل هذه البرامج هذه المشاريع، إذا نصف المعادلة لم تتحقق. مهم جدا تجسير العلاقة، أن يحضر صناع القرار لديك وأن يشاهدوا اللي عندك، ما في شيء يعني حيتم تحقيقه في خلال يعني بسرعة، لا، المشاريع تأخذ وقت. أعجبني بكل صراحة زيارته إلى مهد الأكاديمية مهد. ليه؟ هذا يتماشى مع المشاريع المستقبلية، المشاريع اللي تعمل عليها الوزارة. ما في شيء حيتحقق خلال 24 ساعة، ما في شيء حيتحقق خلال 48 ساعة. أتذكر في أحد اللقاءات الأمير عبد العزيز كان يقول أنه الصبر، الوسط الريادي يحتاج الصبر فقط. ليه؟ لأنه في مشاريع كبيرة جدا تحتاج الوقت. لما أتكلم عن مشروع وطني يبتدأ من 6 سنوات، إيش يستهدف؟ يستهدف أجيال قادمة من الأبطال الصغار، الصناعة تبدأ من هناك. أنه ما يكون عندك مشروع، يمكن كثير من الناس يقول لك يا أخي إحنا ملينا نفس الكلام في نفس الكلام، لا، إحنا حنظل في مثل هذه المشاريع حتى بحول الله تتحقق. أمر مهم جدا هو تأكيد الدور الريادي للمملكة في دعم الاتحاد الدولي وكل المشاريع المستقبلية. أنت اليوم تتكلم عن، خلينا أعطيك إياها بشكل آخر، تتكلم عن رالي دكار يقام للموسم الثاني في المملكة العربية السعودية، واحد من أضخم، هو الرالي الأضخم صحيح عالميا لعشر سنوات قادمة. يتكلم عن زيارة رئيس الاتحاد الدولي، جلوسه، اطلاعه، مشاهدته، حديثه، المناورة الجميلة اللي كانت اليوم، أعتقد كانت إما في مهد، أعتقد في أكاديمية مهد من إنفانتينو من جهة والأمير عبد العزيز من جهة. وأنا بكل صراحة يعجبني هذا الحضور للأمير عبد العزيز في كثير من المناسبات، حتى عندما يذهب مع منتخب الأولمبي، منتخب الشباب، يحاول أن يكون معهم، يكون قريب منهم عشان يسمع ويشوف المشاكل. أشوفها زيارة بحولها تكون موفقة جدا، ترسل الرسائل، تحقق في نهاية الأمر الأمور اللي احنا نبغاها. على الأقل أنت كل فترة وفترة محتاج يكون عندك زيارات بهذا، يعني بمثل هذا المستوى يكون عندك الاتحاد السعودي. احنا يمكن دائما ناخذه في وجهة الانتقاد، ولكن إذا ما أخذناه بالشكل العام مع ياسر المسحل، لا، هو جالس يقدم عمل جيد جدا. أيوة عندنا ملاحظات عليه، عندنا مشاكل مع الحكام، عندنا ملاحظات مع لجنة الاحتراف، عندنا ملاحظات مع لجنة الانضباط، وهذا أمر طبيعي جدا يحدث. وحتى مع الأمين العام، وهذا أمر طبيعي جدا ويحدث. ولكن ليس من الإنصاف ولا العدالة أنه نقول والله الجماعة هذا ما يشتغلون، لا، بالعكس، لا، يعملون، لديهم القدرة على الأقل في تدارك أخطائهم، لديهم القدرة في معرفة إيش الخطأ. تفاعلهم أحيانا يكون ما يكون سريع، ولكن هناك تفاعل، أحيانا يكون متأخر أحيانا، لكن الناس فعلا يعني يعملون. زيارة إن شاء الله تكون في سياق تقديم أنفسنا بالشكل الجيد، لأنه لدينا رؤية، لدينا دعم حكومي قوي وكبير جدا صحيح. لدينا أيضا وزارة بقيادة الأمير عبد العزيز، لدينا اتحاد سعودي قادر على تحقيق إن شاء الله وتنفيذ كافة التطلعات والطموح لدينا. يا رب. ماجد، وش أهم وأبرز الملفات اللي شاهدتها اليوم في زيارة إنفانتينيو؟ أنا عجبني من كلامه كلمتين، استراتيجية ورؤية. هذا اللي يمكن كنا نسميه من قبل مشروع دولة. يعني احنا كنا نطالب انه يجب على الرياضة السعودية ان يكون هناك مشروع لدولة. يمكن شاهدنا بعض الدول، يمكن حتى في شرق آسيا، كنت تكلمنا فيها في حلقة سابقة في نهاية السبعينات الميلادية تقريبا، اليابان كان التوجه للنشأ هناك كل الألعاب القتالية، الدفاع عن النفس، يعني اخترعوا، دخلوا لقلوبهم، اخترعوا شيء بسيط جدا اللي هو أفلام كرتون، اللي هي تسوباسا كابتن ماجد، عشان يحببوا النشأ وإنشاء مستقبل كبير في رياضة كرة القدم. في هذاك العصر كان ينفع هذا الشيء، الآن لا. زيارة إنفانتينيو اليوم، والملاحظة اللي قالها أبو غيداء، أنه الذهاب لمهد تحديدا، يعني ترى عندنا استراتيجية،
عندنا رؤية وهذا هو المستقبل، ما بين الاستراتيجية والرؤية هذا هو المستقبل. هنا اللي يمكن كنا نطمح فيه بشكل كبير، احنا عام 27 ان شاء الله أمم آسيا، عندنا الأولمبياد ان شاء الله 34، احنا حنشتغل على البنى التحتية، حنشتغل على التجهيز واحنا قادرين عليه بشكل كبير، لكن يجب ان نعمل على اللاعبين انفسهم، اللاعبين في جميع الرياضات تتكلم، الرياضات تتكلم على مستوى كرة القدم على أمم آسيا يجب تحضير منتخب منافس قوي جدا يعود بالمملكة العربية السعودية إلى المنصات، يجب العمل على هذا الأمر بشكل كبير. وأنا أرى، يمكن قبل شوي كنا نتكلم عن استراتيجية، أنا أقول استراتيجية ستمر بصعوبات، والصعوبات هي من خلال الأندية وليس من خلال الوزارة، لكن أنا طموحي بعد سنتين ثلاثة راح أشوف كيف مدى تأثير هذه الاستراتيجية اللي بدأت قبل سنة تقريبا سنة ونص، وحنشوف تأثيرها بعد اكتمال كامل أركانها وتفاصيلها بعد سنتين ثلاثة بإذن الله، حتى تضبط الأندية وتصبح في مجال غير المجال الأول. تعرف أنه هذه الاستراتيجية والرؤية في الطريق الصحيح، تبي تعرف شلون إذا هي في الطريق الصحيح أو لا؟ شوف حديث إنفانتينو لما قال الاستراتيجية والرؤية، وأنه نحن نحتاج لدولة كبيرة مثل السعودية تعمل في مثل هذه الملفات لإنجاحها وتعمل لعودة المشاركة بدون شك، مش بس على مستوى كرة القدم. لما قال دولة كبيرة، يعني أتذكر حديث الأمير حسام بن سعود يقول أبغى أحول الباحة إلى عاصمة الألعاب الجبلية، نبغى أبها زي كذا، نبغى حائل زي ما شفنا في رالي داكار. رالي داكار الآن، وأدعوكم للمشاهدة والمتعة، أنا طول اليوم أنا في حساب تويتر اللي في حساب رالي داكار متعة شديدة مثل ما كانت متعة الفروسية قبل أسبوعين ثلاثة تقريبا. نعم السعودية قارة، وغير كذا أنت تتكلم عن تاريخ ثقل السعودية السياسي الاقتصادي الرياضي وتحديدا الرياضي، السعودية لها ثقل كبير على مستوى آسيا. يكفيك أن الدوري السعودي هو أقوى دوري آسيوي أفريقي، هو أقوى دوري في هذه القارتين. أنت تتكلم عن 4 أندية جماهيرية، 5-6 أندية بطولات، هذا الشيء مش موجود في كثير من دول العالم. تلقى دول العالم عندها ناديين هم اللي شغالين رايحين جايين في البطولات، وهذا ضعف للدوريات انفسها، حتى لا تسوق معيار ضعف، مو معيار ضعف، لا حتى في الدوري الاسباني برشلونه وريال مدريد هم المسيطرين، ولا لو 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 مسألة ضعف هي كمنظومه كامله. لا في الدوري الاسباني تتكلم عن اتلتيكو مدريد، تتكلم عن فالنسيا، في دخول، لا تعتبر في دخول، لكن لان هناك المساله خاصه، وفي انديه تسقط مثل ديبورتيفو لا كورونا لما راح دوري درجه اولى يمكن ثانيه، والعوده في انديه كبيره بامكانها تسقط يعني بسبب الامور خاصه يعني، لكن تتكلم عن غير الرياضة الأوروبية، ما نبغى نتقارن فيها إطلاقا، الرياضة الأوروبية مختلفة تماما عنا، يعني نبغى نتطور شوي شوي حتى نصل لهذيك المرحلة. لكن السعودية ثقل كبير جدا جدا على مستوى الرياضة. يكفي يا أخي أننا نستضيف أقوى البطولات في العالم، ثاني أكبر حدث عالمي الملاكمة موجود في السعودية، تتكلم عن جميع فورمولا 1، السوبر كلاسيك، السوبر الأسباني، السوبر الإيطالي، احنا اصبحنا دولة منظمة، اصبحنا دولة منظمة، والتوجه اللي تقوم فيه وزارة الرياضة هو توجه تاريخي سيغير معالم الرياضة وفكرها قبل اي شيء. طيب والله عادل تويجري، يعني ذكرني ماجد قبل شوي هو يتكلم عن الرالي، انت عندك خبرة كبيرة ما شاء الله في الراليات، يوم كنت انت مشرف على رالي حايل في سنوات عدة وفي نسخ عدة، أنا حايل كمتابع ما أعرف للرالي ولا أفهم إيش الأشياء اللي تخلي تشدني لهذا الرالي، إيش ممكن يخليك تقول لي أو تقنعني شلون أنا أتابع هالرالي رالي دكار، وإيش اللي يخليني أوصل لمرحلة الشغف في متابعته مثل ما وصل ماجد؟ أولا تسليط الضوء الإعلامي، يعني خلينا يمكن ما اتحدث عن جزئيه مهمه جدا، اشكر صراحه انه اسلط الضوء على حسابات الرالي وحرص الوزاره، صدقني انه يعني في عمليه تغطيه نوعيه بكل صراحه، بعض اللقطات لو ما قلت لك انه هذه موجوده عندنا بتقول لي هذه وين؟ صحيح، وين في الاماكن هذه موجوده عندنا احنا، لكن لانه يعني خلينا اقول لك يمكن المشاهد غالبا هذه يعني مش مهتم كثير في قضية الرالي، لكن التسليط ضوء إعلامي خليني أقول لك مكثف. عشان كذا عندما لما جاء المشروع ما كان مشروع سنة ولا كان مشروع سنتين، كان 10 سنوات. شوف لي اللقطات هذه بالله، شايف ما شاء الله تبارك الله تنوع السباقات يا أبو غيداء، أنت تتكلم عن الشاحنات، السيارات العادية، الموتور بايك، وجود اي انا قلت لك التسليط الضوء الاعلامي من عندنا احنا. خلينا نقول بكل صراحه
احنا ما عندنا صناعة اعلام متخصص. نعم هذا امر ومش معيب على فكرة، لا حد يجي يقول بكرة يعني هذا امر معيب، لا مو معيب. من اهداف الرالي نفسه صناعة اعلام متخصص. انت اليوم لما تيجي تتكلم عن الرالي بشكل عام ترى تجد ناس متخصصين فقط في الراليات، ما يتكلمون لا كرة قدم ولا ولا ولا، فقط في الرالي تحديدا، مسافاته، قدرته، لاعبينه، تحدياته، مشاكله، لجانه، كل شيء كل شيء. ليه؟ يسلطون الضوء على هذه الرياضة. هذا واحد. اثنين، دعم المتسابق السعودي. انت اليوم تتكلم عن اعتقد ابن سعيدان اعتقد انه مركز الرابع اليوم. صحيح. في المرحلة الاخيرة على ما اعتقد. العبد العالي اعتقد اذا ما يواهم 43 44 يزيد في 45 ها؟ في الرالي يقولون اللي كمل الرالي بعد. على الاقل في سعيد الموري اي صديقي عاد الموري اي يقال انه من يكمل الرالي احيانا يكون يعني كثر خيره. ها اليوم عندك اسماء شاركت الموسم الماضي، اليوم السنه هذه ان شاء الله انها على الاقل تكمل الرالي، على الاقل مسافته على ما اظن 7000 واقل او اكثر كيلو متر. اذا بالتالي احنا نخدم على اعلاميا، نتكلم اعلاميا، ها هذا الامر مهم جدا صراحه. تقول لي يكفي، اقول لك لا والله ما يكفي، نحتاج اكثر واكثر واكثر، ويحتاج منا احنا جميعا في الوسط الرياض ان نسلط الضوء. مش مطلوب من عندنا احنا 24 ساعه، لان في نهايه الامر قد لا تكون هي اللعبه الشعبيه الاولى، لكن صحيح الصناعه نفسها لا ترتقي وتحقق اهدافها الا بهذا الامر. لا تنسى ان اليوم عندك سفراء اصلا مباشره هم ينقلون لدولهم لوسائل اعلامهم، اللي هم مين؟ اللي هم المشاركين. صحيح. المشارك اليوم لما يكون معاك موجود ومعاه فريق اعلامي، كبير هذا الفريق صغير هذا الفريق مش قضيتنا الان، هو جالس ينقل الحدث كما هو من ارض الحدث. صحيح. بدون اي رتوش قاعد يقول لك انا صار فيني كذا، انا وصلت هنا، اللقطات اللي تشوفها، هذا الكرم اللي تشوفه من الشعب السعودي الأصيل، هذا التاريخ اللي تمر عليه وانت طالع من جدة ورايح اعتقد لوادي الدواسر متجه الى الرياض. اذا تتحدث انت عن تاريخ كبير جدا يختصر، مش انا ما اقول يختصر ولكن يجسد شيء منه على الاقل رالي يمر هنا. لذلك مهم جدا بكل صراحة ادعو نفسي اولا وكل الزملاء والأحبة ان نسلط شوي الضوء على مثل هذه المبادرات لانها مهمة، وإذا ما تأخذ زخم إعلامي كبير جدا أعتقد حنكون فوتنا فرصة كبيرة. وفي نقطة مهمة أبو عيدة، قبل لا تقول نقطتك، تدري أنا في شغلة صدمتني بصراحة في موضوع رالي داكار بالذات، ما أدري عاد الراليات الأخرى نفس النظام ولا لا، يقول لك يسلمون خرائط كل مرحلة قبل انطلاقها ب 24 ساعة، فالسائق ما يعرف هو وين رايح، يقول له الخريطة 10 كيلو أو بعد 10 كيلومترات تلف يمين، وبعدها 7 كيلومترات و300 متر تلف يسار، يعني الطريق مجهول بالنسبه له. فهذا انت قبل سنتين انت قبل سنتين وثلاث اعتقد كنت في رالي حائر وغطيت هناك تغطيه كانت مميزه. صحيح. تذكرها. نعم العام. وهي لاحظ، والجميل في الموضوع بكل صراحه واثني بكل صراحه على كل المسؤولين في هذا الاطار، ما قال عندنا رالي حائر تدري عفوا عندنا رالي دكار شكرا رالي حائر، لا، المشاريع تكامليه. صحيح. النجاح اللي يحققه اليوم في مكان انا لا اتوقع انه حيحقق رقم 10 من اول يوم، ابني عليه، خصوصا لما يتحول الامر الى صناعه، والصناعه لها فوائد اقتصاديه، استثماريه، شبابيه، ثقافيه، تعليميه، انت قاعد تحقق كل هذه الامور في فتره وجيزه. اذا ما عندك احداث رياضيه ضخمه بحجم الرالي، اذا ما عندك زيارات ايضا تكون اسميها من ضمن الزيارات المهمه جدا كما هو رئيس الاتحاد الدولي، انت كيف حتحقق ما تريد؟ ولذلك انا اقول انه فرصه كبيره جدا انه احنا في الوسط الرياضي او في الاعلام الرياضي تحديدا ان نسلط الضوء على هذا الامر، انقذ نفسي اولا في هذا الامر حتى لا احد يقول لي انت مقصر. نعم مقصرين كلنا. اللعبه يعني مش المهم اللعبه نفسها، مش القضيه الان اللعبه نفسها، القضيه هذه الأحداث المصاحبة لهذه الرؤية في نهاية الأمر كلعبة كسيارات كمتسابقين مش هي الهدف في حد ذاتها، إنما الهدف هذه الصورة التي من الممكن إن شاء الله أن تتحقق، وهي أن تكون المملكة العربية السعودية في المكان
الذي تستحقه. صحيح. في نقطة مهمة يا أبو غيداء برضو ولا تهون أبو لطيفة. أنت. شغف الشعب السعودي يعني إحنا بعد كرة القدم في شغف آخر اللي هو السيارات. كذلك الدبابات الدراجات النارية هذا فيها شغف كبير جدا. أتذكر عام 2017 تم اعتماد سباق سيارات الريسينج وتحديدا الأهلي كان عنده فريق كبار وحتى فئات سنية تحديدا سيارة بورشيه كانت موجودة في النادي الأهلي وتم تدشينها ومن هذا القبيل لكن مع الأسف شد المشروع فشل يمكن حتى مشرف اللعب اللي كان فيها الأستاذ محمد السفياني يعني دفع من جيبه ما يقرب نصف مليون ريال لكن للأسف الشديد ما وجد الدعم العام اصلا في اللعبه لانه كل التوجه كره قدم فقط حتى لو نروح يعني انا متاكد لو رحنا على اكثر من نطاق نتكلم عن الفورمولا نتكلم عن سباقات الريسينج نتكلم عن رالي داكار سباقات الدراجات الناريه هذه لها شغف كبير في المملكه العربيه السعوديه يعني فورمولا 1 يعني لو نسترجع في منتصف السبعينات والصراع زي صراع الان ميسي وكريستيانو كان في صراع بين نيكي لاودا وجيمس هانت النمساوي نيكي لاودا وجيمس هانت الأمريكي كان في صراع شديد بينهم وقصة كبيرة يعني نيكي لاودا كان يمثل جانب المهارة مثل ميسي عفوا نيكي لاودا نعم جيمس هانت كان يمثل التحدي والإصرار مثله مثل كريستيانو رونالدو والقصة الشهيرة في الحادث اللي صار عن نيكي لاودا والحروق اللي صارت عليه وبعد 4 أشهر رجع يكمل وسط الحروق اللي صارت عليه فمتعة كبيرة للمشاهد الرياضي المتمعن ومتبحر في أكثر من جهة ترى شغف كبير رياضة السيارات شغف كبير وتوجه الدولة فيه يعني توجه جدا جدا عظيم وان شاء الله نجد ابطال سعوديين ان شاء الله يقودون هذه السباقات العالميه والنجاحات السابقه خير دليل بعد على هذا الموضوع نعم. عادل تفضل قبل اروح الفاصل نعم جزئيه بسيطه يمكن ذكرها اخوي ماجد على بعجل الدعم المادي والرعايات للمتسابقين من خلال معرفه ببعض المتسابقين وحديث كان حتى سابقا اهم امر يعني اكبر تحدي لدى المتسابقين الجدد اللي ما عندهم قدره ماليه بكل صراحه أن يجهزون مركباتهم سياراتهم ترى الرياضة مكلفة جدا تراها لا تستطيع أن تنافس وأنت ما تستطيع يعني بسيارة إمكانياتها يعني مش مؤهلة أو كبيرة جدا ما تستطيع أصلا دعوة لمين دعوة لكافة القطاعات القطاع المصرفي قطاع التأمينات القطاع الصحي كل القطاعات في القطاع الخاص مدعوة لدعم هؤلاء الشباب هؤلاء المتسابقين صدقني وزي ما قلت لك منها دعم ناحية اجتماعية منها على الأقل تكوين فريق يستطيع يعني أنه يمشي بعيدا لدينا 3-4 أسماء لكن 3-4 أسماء ترى لها 6-7-10 سنوات هي ما تغيرت نبغى أسماء جديدة لابد أنه على الأقل من القطاع الخاص يسهم بشكل كبير جدا في تبني دور الاتحاد السعودي للسيارات على ما أعتقد أيضا هو الدفع بمثل هذه المشاريع اللي هي وأنا متأكد أنهم يقومون يعني بأمر كبير تحديات موجودة عندهم جميعا كما عند الآخرين ولكن أيضا يهمهم أن يكونوا بعض القطاعات أن يعني ترفع الحمل عنهم في نهاية الأمر خصوصا مع المتسابقين طيب في محاسن كثيرة لرالي دكار لكن يمكن من أهم الأمور اللي أنا لاحظتها أنه أنقذ المتسابقين واللاعبين من توقف مصادر دخل مهمة لهم لأن الشركات الراعية في ظل الجائحة كورونا كانت قريبة من التوقف من دعم سائقي الراليات وعدد كثير من الألعاب الرياضية مو بس فقط في رالي داكار تواجد هذا الرالي في هذا التوقيت في أول شهر من عام 2021 وتحدي لهذه الجائحة بهذا التنظيم المبهر بهذا الأداء الرائع السعودية أنقذت الرالي من خسائر كبيرة أنقذت المتسابقين من أنهم يكونون عاطلين وبدون شركات راعية دعمت حتى الشركات أنها بدل ما تخسر فلوسها وتقدم دعم والتزامات تجاه المتسابقين دون ظهور إعلاني أو دون ظهور في أي سباق هذا هو موجود فرالي فعلا عالمي احنا بنروح الفاصل مشاهدينا ومستمعين ونرجع نواصل يا هلا وسهلا فيكم من جديد هذا الهاشتاج اللي حاب يتواصل معنا في تويتر وهذا الرقم الخاص بتطبيق الواتساب اللي حاب يتواصل معنا في نقطة نظام غير ما سمعنا الجمهور اليوم اسمعكم أمسي عليكم بالخير جميعا سؤالي لأبو غيدة في ظل تراجع مستويات الهلال في المباراة السابقة هل تتوقع عودة قوية أمام الباطن والاستمرار في الصدارة وسؤالي أيضا لماجد الفهمي شاهدنا عدة إفاءات في النادي الأهلي واستقالات بسبب الأجور العالية هل تتوقع في صانع وفي مدافع قادمين للأهلي؟ هل من الممكن أن نرى الشباب منافس شرس على الدوري بعد إقالة المدرب وإحضار مهاجم هداف في الفترة الشتوية القادمة؟
بالنسبة للمدرب الرابع المتوقع مغادرته للدوري، أتوقع مدرب الأهلي فلادان. إجابات سريعة إذا سمحت عادل، الهلال هل ممكن تكون هناك عودة قوية أمام الباطن؟ يفترض يجب على تحديد اللاعبين رزفان عليه أن يوجد حلول فنية وما يلعب كثير في قضية الدفاع، لكن اللاعبين يجب أن يمسحوا على الأقل الصورة الهزيلة اللي في آخر 5-6 مواجهات بعيدا عن أي حسابات أخرى. مستويات اللاعبين الهلاليين على الأقل في آخر 5-6 مواجهات لا، وقلت لك أنه كان الكيرف نازل. ليش؟ لأنه يعني شيء من جهد، شيء من إحساس بالابتعاد، أحيانا تشكيلة خطأ، بدايات خطأ الرزفان، لكن الهلال لا يمتلك على الأقل في هذه المباراة إلا تقديم، يجب عليه هكذا أتوقع أنه يقدم، خليني أقول لك شيء من الاعتذار الكبير جدا لجماهيره، لأنه ما قاعد يقدم مستويات اللي تتناسب حتى مع إمكانيات اللاعبين. طيب مشجع يتحدث عن الكفاءات في الأهلي في الفترة الأخيرة والقرارات اللي تمت، وهل الأهلي يحتاج إلى صانع ومدافع؟ وش تقول يا ماجد؟ بخصوص الاحتياج اللاعبين، المدافع طبعا رقم واحد وهو ضرورة، وإذا لم يتم يعني جلب مدافع في الشتوي فهذه كارثة. أما صانع لعب لا، ما أعتقد الأهلي بحاجة صانع لعب في ظل إن شاء الله عودة فتوحي، لكن أعتقد يحتاج ظهير أو عفوا جناح أيمن بديل لأوسو، يعني اللي يمكن ما قدم مستويات المأمولة يعني. أما بخصوص الأمور المالية أنا بصراحة أكثر تعليق أقوله علامة تعجب فقط على اللي صار. وفيما يتحدث عن الكفاءات، على الكفاءات هي بالضبط تكلف مالية أمور مالية، هم تم إعفاء بعض الجهاز الطبي، واحد من الجهاز الطبي، مساعد المدرب، المترجم ومدير الفئات السنية، المشرف العام على الفئات السنية الأستاذ محمد الحارثي، تم إقالتهم. يعني أنا ما أدري إيش أسباب الإقالة في هذا التوقيت، هل هي يعني أمور مالية ما أدري إيش، يعني في ظل أن الجمهور ينتظر يعني تحرك فني اكثر من يكون من العاملين تحت الجهاز الفني. طيب الاقالات هذه اللي صاحبها وش رايك فيه؟ انا صاحبها من جدل، قلت لك انا اضع علامه تعجب صراحه، وانا ابحث عن تفسير لهذا الامر، ما ادري، ما ابغى اروح لإساءة الظن، لكن هل هذا الامر يعني زي ما تقول تطفيش لفلادا؟ ما اعتقد انه اداره النادي تفكر بهذا الشكل، ما اعتقد، لانه اللي صار يعني عشان يقدم استقالته ما ادري، تشعر انه تم تفريغ فلادان من ادواته، ما عنده احد. طيب مستغرب صراحه، حتى ان بعضهم تم تجديد عقده قبل شهرين والان يتم الاستغناء عنه. تقصد مين؟ بعض العاملين اللي تم الاستغناء عنهم تم تجديد عقدهم قبل شهرين تقريبا. مين؟ عطني اسماء. ما يحتاج اذكر اسماء عشان لا ندخل في امور يعني قانونيه من هذا القبيل، لكن بعضهم تم تجديد عقدهم من شهرين والان يتم الاستغناء عنهم. واضع عتب كبير صراحه تجاه شيء واحد تحديدا، البقيه كلهم على العين والراس، لكن مشار الغامدي 7 لغات ما شاء الله تبارك الله، له في الاهلي تقريبا 7-8 سنوات، وتعرض لحادث مروري، والرجل عنده عده كسور في جسمه، يعني في أدبيات بسيطة، وقف حتى الرجال يتشافى وتفهم معه، لكن ترسل له خطاب وانت تعرف انه مصاب ولا تم الاطمئنان عنه بهذا الشكل، صراحة عتب كبير على إدارة النادي الأهلي، وتحديدا مع مشار الغامدي تحديدا، لأنه الرجل قبلها بيومين مصورينه في عدة كسور وعمليات في اليد وزراعة حديدة ومن هذا القبيل، فجأة ترسله في هذا الظرف، يعني اعتقد انه شيء مؤلم صراحه. طيب. احتاج ويجب احد من اداره الاهلي يظهر يتكلم في هذا التحديد. طيب. خصوصا الطرف اللي انت تتكلم عنه مشاري الغامدي مترجم النادي الاهلي، زميل وليد خضير ذهب لها في المستشفى وطمن عليه. حبيب قلبي الله يحييكم وشرفتونا، ومترجم النادي الاهلي الحالي ولا السابق لسه لما يجيني خبر. طيب. اول شيء خلينا نتكلم في البدايه، يعني احنا في البدايه جينا نطمن عليك، ايش اللي صار وايش صار لك والان، يعني طمنا عليك وين وصلت؟ طبعا اللي حصل لي حادث مروري قبل مباراة التعاون تقريبا قبل 5 أو 6 أيام، قبل مباراة التعاون بيوم حتى صار لي حادث، وصار عندي كسرين وخلع في اليد نفسها، ركبوا لي أسياخ، وطبعا مدة العلاج قالوا لي 6 أسابيع، بعد 4 أسابيع حيفكوا الـ3 أسياخ اللي ركبوها، وبإذن الله بعدها يعني بعد ما فك الأسياخ بإذن الله أقدر يعني احتك واقدر يكون كل شيء طبيعي. بالنسبه للتواصل اكيد تواصلوا معايا يعني الناس ورجال كثير يعني واصدقاء وقرايب، ومن ضمن الرجال اللي تواصلوا معايا يعني الامير فهد بن خالد
فكان في تواصل من الاشخاص اللي ذكرتهم لك فقط. لانه انا طلع اخبار انه اداره النادي الاهلي ما تواصلت معك ابد. صحيح ما في احد تواصل معايا بخصوص بعد الحادث ولا يعني بالنسبه لاداره النادي الاهلي ما في احد تواصل معايا نهائيا. طيب نشوف الخبر الثاني كابتن مشاري، برضه يقولون لك انه تم اقاله مترجم النادي الاهلي مشاري الغامدي، هل هذا الخبر صحيح او وصلك مثلا انهاء عقد رسمي او مجرد كلام بس طلع وما في شيء رسمي يعني وصلك؟ برضه نفس الشيء اقول لك، هو انه ما في حد تواصل معايا الى الان من اداره النادي الاهلي بخصوص الاصابه او بخصوص الحادث او بخصوص الاقاله. يعني انت جالس تقرا بتويتر وتقرا بالاشياء ذي بس زينا زيك زينا يعني، لكن كشيء رسمي او خطاب رسمي انهاء عقد او شيء لا ما وصل لك؟ صحيح هذا الشيء اللي وصلني زي ما وصل للناس كلها. طيب ايش راح تسوي مشاري يعني انت عقدك كيف عقدك مع النادي الاهلي؟ طبعا بالنسبة لعقدي، عقدي جددته قبل شهرين، تم تجديده يعني العقد قبل شهرين من الإدارة الحالية، وبإذن الله إذا كان فيه فسخ أكيد حيكون مترتب على الإدارة شرط جزائي وفي أمور يعني قانونية كثير، ولكن أكيد طبعا يعني ولله الحمد من 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 طلوع الخبر يعني ولله الحمد من 16 نادي في الدوري 12 نادي قدموا العروض، فأكيد إنه بعد ما تنتهي جلسة المرضية حتواصل، وعشان يعني إذا كان فيه إقالة يعني حتواصل بسبب مستحقاتي وبسبب أموري، فأكيد إنه حيكون في تواصل، وإذا ما وإذا أو إنه وأكيد بعرف إيش الأسباب لأنه إلى الآن ما أعرف أي سبب للإقالة. أنت من أقرب الناس المدرب النادي الأهلي، صار في تواصل بينكم وبين مدرب الفريق فلادان؟ ما تواصل معايا غير جميع لاعبين الفريق الأول، تواصلوا معايا اللاعبين فقط والجهاز الطبي، لكن جهاز إداري ما تواصل معي أي شخص من النادي الأهلي، رئيس نادي نائب رئيس ما في ولا أحد تواصل معي. طبعا حابة أشكر الجميع اللي تواصلوا معي سواء من لاعبين من أصدقاء من قرائب من جهاز طبي، أشكر جميع الناس اللي تواصلوا معي من ضمنهم برضو الأمير فهد بن خالد على سؤالهم وحرصهم على صحة مشاري، هذا الأول والأهم، وهذا الشيء الوحيد يعني اللي حابة أوجهه أو الرسالة اللي حابة أوجهها هي الشكر للجميع. عادل تويجري، في شيء غريب، مشاري يقول أنا ما وصلني خطاب الإقالة، الكلام اللي دار خلال 48 ساعة الماضية يعني ما حرك إدارة النادي الأهلي تتصل عليه تقول له الأمر حقيقي أو غير حقيقي، واضح أن الرجل في خاطرة شيء كثير، شو اللي قاعد يصير؟ واو الرجل أول شيء الحمد لله على السلامة مشاري، قدامك العافية وما تشوف شر إن شاء الله، والله يجمع لك بين الأجر والعافية، ونتمنى إن شاء الله نشوفك مستمر في الوسط الرياضي سواء مع الأهلي أو في غيره. أنا أشوف أنه أحد المكاسب الجميلة جدا صراحة، أتابعه كثيرا، حضوره جميل، أخلاقه على الأقل اللي أنا أشوفها أمامي، أنا لا أعلم عن هل يكون في خلافات أو غيره. هل يحق لإدارة الأهلي الاستغناء إداريا عن شخص؟ بلا شك هو حق أصيل، شأنها في ذلك شأن كل الأندية، ما في اتفاق، ما في في مشاكل معينة، هذا أمر يحدث في كرة القدم، لكن الأمر اللي حقيقة يحز في النفس لما يقول إنه اللاعبين تواصلوا، الجهاز الطبي تواصل، والإدارة ما حد تواصل معك، لا هنا نقول عفوا لإدارة الأهلي أخطأته فعلا 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 أخطأته. ليه؟ هذه مواقف لا يعني ما فيها مثل ما يقولون، ترى احنا نسمع الطرف الأول، صحيح نسمع إلى الطرف الأول، فبرضو نقول للطرف الثاني الحق في إبداء وجهة نظره أو طبيعي، ولكن إذا ما كان هذا الأمر صحيح وهو حدث حسب شهادة أو حديث مشاري، لا أخطأت بشكل كبير جدا. القضية ليست قضية خلاف ولا قضية أنه عندي مشكلة مع، لا قضية إنسانية بامتياز، رجل صار له حادث، حتى لو عندك قرار حسحب القرار، حوقف القرار، يعني حقول خلوا القرار في الدرج حتى تنتهي هذه الفترة. أنا لا أتكلم إداريا الآن، لا أتكلم عن بيئة بالكامل، كان يجب على الأقل من الإدارة الأهلاوية أن تقدم نفسها بشكل جميل. ليه؟ عليك أن تحرص دائما على أن كل العاملين، وعندما أتحدث عن كل العاملين، كل العاملين من المدرب، أجهزة طبية، أجهزة إدارية، عندما يخرجون
أن يخرجون بذكرى طيبة. ليه؟ حتى يكونون فعلا سفراء لك في الخارج اللي هو خارج أسوار النادي. الاختلاف والاتفاق أمر طبيعي جدا، ترى عندما كنت في الهلال 2009-2010 كان في اختلافات، كان في وأشوفها أمامي وهذا أمر طبيعي جدا، ولكن عندما تخرج من النادي لا خلاص، خلافاتك خليها في النادي، طيب إشكالياتك خليها في النادي، مشاكل خليها في النادي. لذلك بكل صراحة قلما في الهلال، طالما السير قلما في الهلال أن تجد أحد يخرج ويبدأ بأشياء كثيرة، يحدث استثناء هنا وهناك. لذلك بكل صراحة الإدارة الأهلاوية مخطئة كثيرا في هذا الجانب. ألف الحمد لله على السلام المشاري، أتمنى ما نخسره على الأقل. قضية عقده أنه تم تجديده قبل شهرين وهو الأمر لم يحسم حتى الآن، لا نعلم هل فعلا قررت الإدارة الأهلاوية، ولكن إن كانت الإدارة الأهلاوية قد قررت الاستغناء عنه فالسؤال بسيط جدا، طيب أنتم ليه جددتوا له قبل شهرين وأنت حتستغني عنه؟ طيب. هذا السؤال اللي يطرح نفسه كل هذا مش دي في سؤال ثاني لك يا ماجد، يمكن بعد شوي تطلع إدارة النادي الأهلي وتنفي تقول احنا ما قلنا مشاري، لا ولا قلنا له أحد أفراد، أحد أفراد الجهاز الطبي مشاري الغامدي، مازن بحكلي مساعد المدرب، محمد الحارثي، هذول لا قرار اتخذ تماما. طيب. يعني لكن هذا مش جديدا النادي الاهلي طوال تاريخه، لو نتذكر الامير خالد بن عبد الله في التتويج بلقب الدوري عام 2016 مين دخل مع الامير خالد بن عبد الله؟ اللي دخل مع الامير خالد بن عبد الله هو العم عمران، اقدم موظف في النادي الاهلي وكان مسؤول الملابس. صحيح. هذه رساله عن كره وفاق. القدم بكاملها. هذه رساله، الامير خالد بن عبد الله احد رموز الرياضه السعوديه، دخل معاه العم عمران اللي كلنا في النادي ندخل نسلم على راسه. هذه رسالة، يعني من المفترض ما في أي أحد يعمل في النادي الأهلي إلا يقدم له شكرا دائم. في مقولة دائما رددها وأتمنى الأهلاوين يحطونها بين قوسين، لن يسعد الله قوما لا يشكروا. طيب نذكر مع بعض مباريات الجولة 12 والتي ستنطلق غدا الخميس بمواجهتين، الأولى تجمع أبها مع الفيصلي على ملعب المحالة، والمواجهة الثانية تجمع الوحدة مع الفتح في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة. المباريات تستكمل يوم الجمعة بثلاث مواجهات، الباطن يستضيف الهلال، والقادسية يقابل الأهلي في مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، والنصر يستضيف العين في ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود. المواجهات الجولة تختتم يوم السبت بثلاث مواجهات، التعاون مع الرائد، الشباب مع الاتفاق، والاتحاد يستضيف ضمك. تفاصيل الأهداف اللي دائما تأتي في الجولة الحادية عشر، تخيل أن 254 هدف هزت شباك أندية الدوري المحترفين في هذا الموسم، متى تجي هذه الأهداف؟ بعد مرور 11 جولة من دوري MBS اهتز فيها الشباك 254 مرة، تنوعت فيها طرق التسجيل والتوقيت. آخر ربع ساعة في المباريات شهدت تسجيل العدد الأكبر من الأهداف، حيث تم تسجيل 68 هدف وهو ما يمثل 27% من مجموع الأهداف المسجلة، ويعد الباطن الأكثر تسجيلا في هذا الربع بواقع 8 أهداف من مجموع أهدافه 16. هي جول. الاتفاق تساوى مع الباطن في هذا التوقيت، حيث سجل 8 أهداف والتي تمثل 42% من مجموع أهدافه 19. الربع ساعة الأخيرة في الشوط الأول ثاني الأربعة التي شهدت تسجيل الأهداف، حيث اهتزت فيها الشباك 48 مرة، وكان الفتح الأكثر تسجيلا في هذا الربع بواقع 5 أهداف. محاولة تسديدة، الله الله. الأندية الأكثر استقبالا للأهداف في آخر ربع ساعة هو العين بواقع 8 أهداف والتي تمثل 40% من مجموع الأهداف التي ولجت مرماه، يليها الرائد الذي تلقى 7 أهداف بمعدل 41% من مجموع الأهداف التي تلقاها في 11 جولة. يتقدم ويصور. أقل نسبة لتسجيل الأهداف كان الربع الأول من المباريات، حيث اهتزت الشباك فيه 25 مرة فقط، وكان أكثر الفرق تسجيل الرائد بتسجيل 5 أهداف ثم الباطن بأربعة. أما أكثر الأندية استقبال الأهداف في الربع الأول كانت من نصيب ضمك الذي استقبلت شباكه 5 أهداف ثم القادسية ب3 أهداف.
116 هدفا مجموع الأهداف التي سجلت في آخر ربع ساعة من شوطي المباراة، ربما ذلك يكون مؤشرا للنواحي اللياقية لبعض الفرق أو ضعف التركيز لدى بعض اللاعبين في الرمق الأخير من شوطي المباراة. توزيع الأهداف 254 كانت على النحو التالي: الربع الأول من المباريات كان فيها 25 هدف، الربع الثاني من الدقيقة 16 حتى 30 42 هدف، وفي الربع الثالث من الدقيقة 31 حتى نهاية الشوط الأول 48 هدف. أما الربع الرابع اللي هو أول ربع ساعة في الشوط الثاني 36 هدف، الربع الخامس 35 هدف، وآخر ربع ساعة في المباريات 68 هدف، وهي الأعلى رقميا في الأرباع في المباريات. أكثر الأندية تسجيلا للأهداف في الربع الأخير اللي هم من ضمن 68 هدف هم الباطن اللي سجل 8 أهداف، الاتفاق سجل 8 أهداف، الوحدة سجل 7 أهداف، بينما الأندية التي استقبلت أهدافا في آخر ربع ساعة أو أكثر الأندية: العين استقبل 8 أهداف، الرائد استقبل 7 أهداف، الاتحاد استقبل 6 أهداف في الربع ساعة الأخيرة، وكانت معضلة من تواجه الاتحاد في موضوع التعادلات اللي واجهها في هذا الموسم. أبها 6 أهداف استقبلها في الربع ساعة الأخيرة. عادل تواجري، هذه الأرقام تدل على ماذا؟ تدل على أنه المعدل اللياقي لدى أغلب الأندية في الربع الأخير اللي هو الربع السادس منخفض جداً، لذلك دائما تشوف وهو اكثر ربع يتسجل فيه على الانديه كلها. وبالتالي فعلا تقول لي ليش؟ واضح جدا انه هذا الموسم استعدادات الانديه بشكل عام كانت شبه ان لم تكن متطابقه، متشابهه كثيرا، ما في معسكرات خارجيه، امتداد لموسم انتظرناه كثيرا، توقف سلبي للاعبين، اكثر الاصابات اللي موجوده الان في الانديه تكاد تكون أيضا هذا الأمر يعني متطابقين فيه الأندية، الإصابات العضلية شد عنده مشاكل موجودة في كل الأندية الآن، وهذا اللي يخلي يضغط على الأجهزة الفنية بشكل كبير جدا. لذلك أنا قاعد أشوفه الآن تقريبا تتكلم عن الربع السادس، معناته أن الأندية في الربع الأخير على الأقل أمورها اللياقية تبدأ بالاهتزاز على طول. طيب. ليه؟ لأنه يبذل مجهود، يتدخل، قد يبدأ بشكل خاطئ. احنا في الجولة 12 تقريبا، الارقام اذا ما قستها بشكل كبير جدا على الجميع حتجد انها متقاربة، يعني ما في ارقام بعيدة جدا، لا حتجد انها ارقام يعني حتى في دقة التصويب تجد انه اعتقد 88% بعدين يتسلسل هذا الامر قريب جدا. الارقام بشكل عام، ارقام الموسم بشكل عام حتى الان من المتصدر حتى آخر فريق متقاربين. يعطيك مثال، من الأول حتى السادس أو السابع الفارق كم؟ 6 نقاط. صحيح. من الثامن حتى المركز الأخير 6 نقاط. تهديفيا مثلا الهلال الأول 18 على ما أظن، تجد ضامك الأخير 15 هدف، كم الفارق؟ 3 أهداف. 3 أهداف. صحيح. ما في ما في ما في يعني بون شاسع كبير جدا. طبعا في سبب كبير جدا، انا اعتقد انه هذا الامر اثر على المنظومه الرياضيه بشكل عام، وسبب في تقارب الانديه اللي مشاركه اللاعب الاجنبي من سنتين ثلاثه الان كل ما يعني كل ما الفجوه تتقلص بشكل كبير جدا. ما في اليوم نادي يقول لك انا حدخل افوز، لا، حتى الانديه اللي قاعده تفوز اليوم تفوز بصعوبه، صعوبه كبيره بالغه، مش صعوبه لا، حتى في يعني على ارض الميدان تجد نتائج مختلفه، تجد نتائج الفريق هذا قبل أمس فايز بنتيجة كبيرة يتفاجأ أنه لا، وخذها على كل الأندية. ذلك الأرقام اللي ذكرتها إذا ما ربطتها بأرقام ثانية حتجد محصلة واحدة على الأقل أن المنافسة صعبة، وصعبة جدا هذا الموسم. طيب بدل ما أنك تحدثت عن المنافسة وأنها صعبة جدا، اللي مو مقتنع بهذا الرأي يشوف هذا التقرير ربما يقتنع. في موسم تقاربت فيه المستويات وأصبحت النتائج في غاية صعوبة التنبؤ بها، ظهرت أرقام مغايرة للمواسم الماضية، فقد جرت العادة أن المتصدر يكتسح الأرقام وأن متدير الترتيب يكون الأسوأ. أما في هذا الموسم فالحال مختلف،
فالنصر الأكثر تسديداً على المرمى بواقع 70 تسديدة مسجلاً منها فقط 15 هدفاً. لا أحد يجهل أن وسط الهلال الأكثر دقة في التمرير والأكثر استحواذاً، فهو ملك لا ينازع عليه أحد، ولكن أن يحل العين ثانياً بالاستحواذ يصل إلى 57% ومعدل 420 تمريرة لتكون الكرة ضاربة لفريق ممتع يستقر في المركز 15. أما رقمنا الثالث فالأكثر اكتسابا للكرة في الثلث الهجومي والأكثر تهديفا بعشرين هدفا، النموذج في نسخة هجومية مميزة بين دبكة ومراد. رقمنا الرابع رقم سلبي للمتصدر، فالهلال الأكثر إضاعة للفرص السهلة بواقع 21 فرصة، في رسالة واضحة أن غوميز ليس في حالته الطبيعية. التعاون والهلال الأقوى دفاعا بستة أهداف فقط رغم وجود التعاون في المركز السادس. الرقم الأغرب كان للاتفاق، فهو الأكثر تسببا في ركلات الجزاء بسبع ركلات والأكثر اكتسابا لها بست ركلات جزاء. أرقام توضح تقارب المستوى وأن الدوري سيحمل مفاجآت وأننا أمام نسخة قد تكون الأغرب في كل جولة، فالمراكز في تغير مستمر. هذا الملف بناقشك فيه ماجد، لكن اسمح لي اطلع الفاصل قصير ونرجع نواصل. يا اهلا وسهلا فيكم من جديد. قبل الفاصل كنا نتحدث عن المنافسة وقوتها وتأثيرها على المباريات، نشوف ترتيب الأندية وفقا لعدد التسديدات على المرمى وشوف كيف كمية التقارب والعجب اللي ممكن تشاهده في هذه الأرقام. النصر صاحب المركز 14 هو أكثر فريق سدد على المرمى وسجل 15 هدف من 70 تسديدة كانت على المرمى. الهلال المتصدر سدد على المرمى 61 مرة سجل 18 هدف، ثم الشباب بنفس الرصيد، الاتفاق 61 سجل 19 هدف، ثم الأهلي 58 مرة سدد على المرمى 18 هدف، الفتح سدد 56 مرة سجل منها 20 هدف، القادسية 52 14، الوحدة 51 تسديدة منها 16 هدف، والعين 50 تسديدة 15 هدف، ثم الباطن 49 16، الاتحاد 46 14، أبها 44 15. كني أقول العظمى والصغرى درجة الحرارة، الرائد ما أدري جاء في بالي كذا والله وأنا أقولها، الرائد العظمى التسديدات 43 14 هدف، أما الفيصل يسجل 37 14، وضمك سجل 15 هدف من 37 تسديدة. التعاون أقل الأندية تسديدا على المرمى ب 35 تسديدة سجل 13 هدف، ال 35 تسديدة هذه جاب منها 7 أهداف في آخر مباراتين قدام الشباب وقدام الأهلي. ماجد، هذا التقارب يعتبر قوة أم ضعف؟ لا هو يعني أنت تتكلم عن هذا الموسم، هو الموسم الأغرب أو الموسم الأصعب على جميع الأندية، وتحديدا تحديدا على الأندية اللي صعدت من الدوري الدرجة الأولى للدوري الممتاز. لكن تتكلم عن أرقام عجيبة صراحة. عندك الفتح الأقوى هجوما بعشرين هدف، الفتح يقبع في المركز الثامن. عندك الهلال مسجل 18 بس الأقوى دفاع يعتبر. عندك في الاستحواذ لاحظت الهلال أولا ثم من؟ العين. العين يعني ركزوا على العين كيف يلعب كرة قدم جميلة، لكن لا زال غير محظوظ في حصد النقاط. لكن إن شاء الله دام الفريق يمشي بهذا النسق، بهذا الثبات، بهذا الثقل في أرضية الملعب، إن شاء الله أموره طيبة. أعتقد أنه هذا التقرير صراحة من أجمل التقارير اللي عرضت، وأعتقد أنه كل نادي يجب بالإضافة للتقرير الأول لنسبة الأهداف اللي تسجل، لكل نادي عليه أن يراعي في أي وقت يستقبل الأهداف وفي أي وقت يهدد مرمى وفي أي وقت يسجل. هذه كرة القدم تحولت من مهارات وعشوائية وهواية سابقة إلى لغة أرقام. يجب على الأندية أن تعمل وفق هذه الأرقام بالنسبة والتناسب وإصلاح الخلل إذا كان هناك مدربين. إذا كان هناك مدربين يعملون على هذا النسق، يورغن كلوب ليش انتقل من دورتموند إلى ليفربول؟ قال لأنه الأسلوب الرقمي في دورتموند اختلف عندي، فروحت شفت نادي عنده الأسلوب الرقمي في تصاعد وفي علو، حسابات دقيقة، كرة القدم أصبحت فيزياء ورياضيات. فيعني حتى اللبس اللي يلبسوه اللاعبين المقياس
المقياس للاعبين في التدريبات في اللي الحركة السرعة نعم بالضبط يعني أمر مهم يجب أن يأخذ فيه جميع المدربين. فأعتقد أنه تقرير جميل جدا أرقام يجب الأخذ فيها بعين الاعتبار. لكن أما على مستوى الأندية والترتيب فيها سواء التسديد سواء قبول الأهداف سواء هذا الأمر يعني السنة هذه يعني راح تكون عندنا أرقام غريبة حتى نهاية الموسم. لو نلاحظ الهلال وهو متصدر غير مقنع، ترى الهلال في مباراة الشباب 75% استحواذ، يا والله ما أذكر تقريبا 75% استحواذ، 75% استحواذ أقل أكثر صحيح أعتقد إن لم تخني الذاكرة. لكن غير مقنع. الأهلي في المركز الثاني مستوياته من أسوأ الفرق اللي تقدم كرة القدم من 16 أسوأ متذيلي الترتيب ترى. فالسنة هذه لا، السنة هذه حنشوف أشياء والعين قبل الأخير غريب أفضل الأندية اللي والعين مستوى. قبل الأخير صحيح. من أفضل وأجود الأندية اللي تلعب كرة قدم في كتلة تطلع وتنزل من الدفاع للهجوم. طيب نسمع رأي الجمهور وش يقولون في نقطة نظام. أشكر أستاذ ماجد الفهمي على إنصافه لإدارة نادي الاتحاد، وتنم من جمهور الاتحاد أن ينصف هذه الإدارة الشجاعة التي تحملت المهمة في أوقات صعبة جدا جدا. أتمنى اللاعب اللي يعطى فرصة هو اللاعب الكابتن حمد آل منصور لاعب نادي الاتحاد، كل التوفيق له. أتمنى لاعب الاتحاد حمد آل منصور. حمد آل منصور الله يعطيك العافية. الله يتقبل منه ومنك. فاصل نرجع نواصل. يا هلا وسهلا فيكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. غدا مواجهتين، أبها مع الفيصلي، الوحدة مع الفتح. تفاصيلها في هذا التقرير. تفتتح غدا الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين تقام في أبها ومكة. في المحالة أبها يصادف الفيصلي. أبها يدخل اللقاء بعد أن عاد لسكة الانتصارات الجولة الماضية على حساب العين برباعية. الكرة موجودة إلى ساري عمرو، خطرة لمصلحة الأبهاوي، وكارلوس يسجل أخيرا يا ستراندبيرغ. أما الفيصلي فهو ما زال يبحث عن استعادة الانتصارات بعد أن فقدها في آخر ثلاث جولات عندما خسر من الاتفاق ثم الفتح وأخيرا النصر. وخطيرة عند الغنام، يتحصل على الكرة ويمر الغنام، يبحث عن تصويبه. الله، الفروقات الفنية ليست كبيرة بين الفريقين، فالفرق نقطة واحدة لصالح المضيف أبها. والتفوق أبها أيضا في القوة الهجومية بفارق هدف. لقاء الغد فرصة للفريقين لتحسين مراكزهما بعد شدة المنافسة في الثلث الثاني من الدوري. في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع يحل الفتح ضيفا على الوحدة في لقاء ينشد من خلاله النموذج تحقيق الانتصار الثالث. أصحاب الأرض لن يكون الانتصار عليهم سهلا، ففرسان مكة انتصروا آخر أربع جولات ويبحثون عن فوز خامس يجعل فريقهم ضمن ثلاثي القمة. دعوة كرة تصل، موجودة قوية. يملك الفتح في رصيده 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل بفارق 3 نقاط عن الوحدة والذي جمع 18 نقطة من 6 انتصارات. لكن تقدم الآن وفرصة. الله الله الله. الفتح أقوى أندية المسابقة هجوما وما يرجح كفته لتهزيل. عدل التويجري، أبها والفيصلي بينهم نقطة في سلم الترتيب، من سيرسل الثاني إلى مناطق الخطر؟ أتوقع أبها حيكمل المشوار مع الفيصلي. الفيصلي عنده 3 مباريات سيء دون انتصار، خسارة غريبة يعني 3 خسائر متتالية، 9 أهداف أعتقد أقل أكثر يتلقاها، مستويات سيئة جدا. ما تعودنا على الأقل الفيصلي يكون بهذا السوء الواضح جدا في أكثر من مباراة لا يقدم شيء إطلاقا، لا يقدم شيء يعني حتى في المباريات ممكن يكون متعادل، ممكن حتى وهو يخسر يقدم كرة جميلة. الفيصل لا يقدم كرة جميلة إطلاقا على عكس ما توقناه بكل صراع، لا بل على عكس ما كانت بداية الموسم. أبها على الجانب الثاني يتنفس الصعداء بالفوز الأخير، لكن المباراة حتكون صعبة بالتأكيد
للطرفين، لكن أبها بكل صراحة هو الأقرب. طيب ماجد، الوحدة والفتح مين اللي ظروفه أحسن وقادر على تحقيق 3 نقاط غدا؟ والله مباراة صعبة للفريقين يعني. الفتح نادي ثقيل، نادي ثقيل جدا، تتكلم عن وين كان يلعب خارج أرضه. الوحدة قاعد يتحسن، البداية السيئة اللي بدأ فيها بداية الدوري تحسن فيها بشكل كبير مع مدربه، لكن الفتح برضو يعني نادي ثقيل جدا سواء على أرضية الملعب أو خارج الملعب. أي نادي قابل الفتح راح يتعب معه تعب كبير. يعني أتوقع أنه الوحدة إذا ما كان أكثر حرصا من الفتح، وحتى وإن كان على أرضه، أعتقد أنه الفتح عنده مقدمة هجومية جدا قوية، وعلى الفتح أن يكون أكثر حذرا في، على الوحدة أن يكون أكثر حذرا في الدفاع. عم الفيصل يوابها، الفيصل يقدم أسوأ موسم له يمكن من 8 سنوات تقريبا. الفيصل نعرف الدور الأول يكون متألق جدا، يمكن يتعثر الدور الثاني. السنة هذه انقلبت الآية العكس، فأتوقع أنه أبها يعني يمكن يعني يواصل مشواره في تخطي الفيصلي. طيب موج سريع لأهم الأخبار الرياضية. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قائمة اللاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي صاعد في عام 2020، وسيتم الكشف عن الفائز يوم 24 من يناير الجاري، وسيحدد التصويت الجماهيري 60% من نسبة اختيار الجائزة. القائمة ضمت 19 لاعبا من بينهم لاعبين سعوديين، هما عبد الله الحمدان لاعب الشباب وعبد الرحمن غريب لاعب الأهلي، بعد المستويات المميزة التي قدمها في كأس أمم آسيا للشباب العام الماضي والتي حقق خلالها الأخضر السعودي مركز الوصافة. أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي قرارا انضباطيا ضد القادسية بعد تأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني في مباراتهم ضد الرائد بالجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وإلزام بدفع غرامة مالية 10,000 ريال في قرار غير قابل للاستئناف. أعلن بكين جوان اليوم تعيين مدرب سلافن بيليتش لقيادة الفريق المنافس بالدوري الصيني الممتاز لمدة 2 عام، ويعود الكرواتي بيليتش للتدريب بعد أقل من شهر على إقالته من بروس بروميتش عقب انطلاقة سيئة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وسبق للرحالة بيليتش تدريب الاتحاد السعودي ومنتخب كرواتيا. أنهى رئيس نادي الرائد فهد مطوع اليوم إجراءات التوقيع الرسمية مع اللاعب منصور الحربي ليمثل الفريق الفترة المقبلة، ويمثل التوقيع مع الحربي إشارة لحصول الرائد على شهادة الكفاءة المالية والتي تعد شرطا أساسيا للتسجيل في فترة الانتقالات الشتوية والتي ستنطلق يوم 11 من يناير الجاري. قبل ما نختم بس ودنا نسمع رأي الجمهور في نقطة نظام. سؤالي يا أبو غيداء، هل صحيح نادي الهلال تعاقد مع عمر السومة ولا لا؟ سؤالي للأخ العزيز الأهلاوي الملكي ياسر الفهمي، أنا إصابت بس اللي هو فتوحي، يعني الفار ما شاف، الحكم ما شاف، يعني من المسؤول عن الإصابة هذه؟ عندي سؤال بسيط بس، هل الكابتن أحمد حجازي يشارك في المباراة الجاية في البطولة العربية أم لا؟ والله حتى الحين ما راح يشارك، إيش بيصير بكرة بعد بكرة؟ الله أعلم. ياسر الفهمي هذا من كثر ما يحب الأهلي ها؟ سماك باسم أحد المواهب اللي كان لها يعني مستقبل، لكن الله ما كتب له إصابات و... نعم. ياسر الفهمي ماجد سؤاله كان عن فتوحي بس ابغى بإجازه اذا سمحت. طبعا يعني مع الاسف الشديد هذه من ضمن الاخطاء اللي يمكن لا تغتفر لا للحكم المباراه ولا لغرفه الفار. يعني اصابه سيتضرر من الاهلي ويتكبد خسارتها، غياب اللاعب ما يقرب شهرين وتكبد خسائر ماليه، اتمنى توضع على لجنه التحكيم. صح عادل تويجري يقول لك عمر السومه بيجي الهلال؟ لا لا سبق اني قلت انا انه قد نرى عمر السومه في نادي، تصريح سابق. اربط ما بين ذاك التصريح حديث ابو خالد مس عليه بالخير غرم العمري اعتقد امس، ستجد الاجابه في نهايه الامر. يعني روحوا ربطوا عادوا وفهموا عادل التويجري وش كان يقصد في تصريح السابق وتصريح غرم السومه تحديدا. قد نراه بعدين ممكن نشوفه مع الاتحاد مثلا مثلا ممكن يجدد مثلا وممكن اي ممكن وممكن الشباب يعني يحتاج واحد بدل ديوب ممكن اي يعني في نهاية الامر الكل حيحتاجه، ولكن صحيح. هو فين حيروح؟ هذا السؤال حيروح السؤال المهم.
حيروح التحلية ممكن. وعلى جزئية بس تذكرته وأنا قاعد أشوف ال سريع عشان انضباط أصدرت أيوة انضباط أصدرت على قرارات في جزئية أنا صراحة يعني ماني عارف ليش في بعض القرارات الصادرة بأحكام قطعية منتهية تماما حتى الآن قرارات التنفيذ لم تصدر بحقها. مثال عبد الله السالم عنده مستحقات بستة مليون سبعمية أعتقد 600 أقل أكثر، لجنة الانضباط حتى الآن لم تصدر قرار التنفيذ. السؤال بسيط ليش؟ شكرا لك عادل تويجري، يعطيك العافية كضيفنا من الرياض. شكرا لك. شكرا لك مجد الفهمي، يعطيك العافية، كانت حلقة جميلة ودسمة كجمالكم، يعطيك العافية تواجدكم وجمال من يشاهدنا ويسمعنا. نلقاكم على خير غدا في نفس التوقيت 11 مساء، لذلك الحين دمتم في رعاية الله.